السلام عليكم. احنا مازالين في مدينه شانلي اورفا، واليوم السيد اللي مستضفنا عرض علينا الدار ديالو اللي في الباديه. جا هزنا من المنطقه اللي رحنا ساكنين فيها وصورت لكم الطريق. في الحقيقه غادي ندوزو بعده احياء ديال مدينه شانلي اورفا. احنا الان متجهين لواحد المنزل اللي غادي ناخذوا منه شي اغراض ديالو وعاد نكملوا الطريق للضيعه ديالو، المنزل ديالو اللي في الباديه اللي تيقولوا لها كاو هي الباديه، شهير المدينه، او هي الدار. غادي نتجهوا دابا لواحد الدار، غادي ياخذ بعض الاغراض ومن ثم غادي نمشيو للضيعه ديالو اللي جايه في الطريق ديال ماردين. نظرا للازدحام، يعني الحركه ديال السير ما شاء الله، نظرا لهذا الازدحام فالسيد اللي رحنا غاديين معاه غادي في طريق جانبيه باش يتفادى الازدحام المروري. وهنا دخلنا الحومه اللي فيها الدار اللي غادي ياخذ منها شي اغراض ديالو، وعاد نكملوا الطريق ان شاء الله للمنزل ديالو اللي في الباديه. هذا الحي هذا راه في الطرف ديال الخليليه، والان رحنا قاصدين المنزل ديالو في الباديه، و هاد الطريق هادي غادي تدينا نعبروا المنطقة أو البلدية ديال كاراكوبرو. البنية التحتية ما شاء الله ما شاء الله، عجبتني بزاف.
لاحظتوا هاد الممرات ديال الراجلين فيهم الدروج وفيهم المصعد، وفي الحقيقة كتارين يعني كتارين بزاف. هنا عاوتاني دايزين في هذيك الطريق اللي فيها ثلاثة طرقان شي فوق شي، هاد المرة دايزين من لتحت. والان رحنا دخلنا للكاراكوبرو، هذه البداية ديال الكاراكوبرو اللي هي مدينة حديثة، العمارات ما شاء الله، وحتى هي فيها أشغال كثيرة، إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية اللي تضررت. كاراكوبرو بطبيعة الحال راها ملاصقة مع الأحياء الأخرى ديال المحافظة ديال شانلي أورفا. حنا دابا راح دزنا على واحد المحطة، والمحطات هنايا كاملين فيهم خدمات، فيهم ماركت، فيهم هذا شبابيك أبناك في البعض منهم، وكاين أحيانا اللي كاين فيهم فرن، وكاين اللي فيهم هذا مخبزة، كاين فيهم مقاهي، يعني كلهم المحطات البنزين فيهم مرافق خدمات. المساجد تبارك الله موجودة، وكلها على تقريبا نفس الطراز، كاين اختلافات ولكن الطراز تبقى نفسه. احنا دائما في كاراكوبرو واللي هي بلدية تابعة لمدينة شانلي أورفا، تابعة لمحافظة شانلي أورفا. ثم لاحظوا الطوبيس راه فيه الشعار والاسم ديال محافظة شانلي أورفا. هاد الحافلة الصفر راهم ديال هنايا، والحافلة الزرقين راهم يجيو من الأيوبية ولا الخليلية، لا تما كاينين طوبيسات زرق وتيوصلوا لهنايا. وهاد السفر ما شفتهمش في البلديات الاخرين، يعني ما شفتهم لا في الايوبيه ولا في الخليليه.
هاد البلدية ديال كاراكو برو كبيرة ما شاء الله، كبيرة ما يعني قطعتها أول مرة قلت راه غير مدينة صغيرة، ولكن في الحقيقة من حيث عودنا جينا يعني واحد جوج مرات وحدين أخرين اكتشفت بأنها كبيرة كبيرة جدا. إعادة الإعمار مستمرة يعني واحد العدد كبير ديال، أنا مثلا تيسحبني عليك كان غير شي تيران وتيبنيوه عمارة، ساعة قال لي راه كانت عمارة تما وربت. ملاحظة هنا الفرارن كل شيء بالعواد، وخاف الأحياء اللي هي راقية العواد كل شيء الفرارن تيطيبوا بالعواد، غريبة هاد القضية. هنايا صافي راه الطريق ديال ماردين، هاد الطريق هادي في الحقيقة تتدي حتى للعراق، تدي لديار بكر، هادي هي الطريق ديال اللي تيسلكها السيد المضيف ديالنا باش يوصل للمنزل ديالو في البادية. كما قلت لكم هاد الطريق هي طريق ماردين، مدينة ماردين، محافظة ماردين، وهي نفسها الطريق اللي تتدي للعراق والإيران. هنا صافي رحنا وصلنا للبادية، وصلنا المكان اللي فيه المنزل ديال البادية ديال السيد اللي مستضفنا. صافي دابا وصلنا، دابا في الضيعة ديال السيد أسلان اللي مستضفنا. وهذه واحد الجليسة، جليسة تيجلسوا فيها في الصيف، تيفرشوها تيجلسوا فيها في الصيف العشيات، يشربوا الشاي التركي وتأكلوا المكسرات وحلويات اللي موجودين. والمزرعة ديال السيد راه داير فيها أشجار، أشجار الزيتون، العناب، هذه شجرة التفاح، هذه الجليسة اللي تيجلسو تيفرشوها ويجلسو فيها.
أشجار الفستق، هذه شجرة لوز. وعنده الكوريل هذا الماشية اللي مربي، والدجاج، وعنده البير تما، وهذا المسكن بلدي قديم. عنده أشجار التين أول ما وصلنا مشى يطعم، أعزكم الله الكلاب نتاوعو ونعطي الحيوانات. منزل قروي بسيط ولكنه رائع، عنده الكهرباء، عنده الماء، وعنده الماء الساخن، يعني مجهز تبارك الله عليه مجهز، والضيعة نقية ومقابلة مزيان تبارك الله عليه. عنده أشجار لوز وأشجار جوز والتين بطبيعة الحال. كاين هنا الناس اللي مستقرين طيلة السنة، وكاين الناس اللي عندهم غير هذا، غير بيت ريفي هنايا. وكاين هنايا راه قريب، كاين واحد الدوار، واحد القرية قريب لهنايا بزاف، يمكن تمشي غير على الرجل، وهو اللي فيه الحانوت والمدرسة وكذا. هنايا الانتاج ديال الفستق كتير تبارك الله في شانلي اورفا، ولكن العاصمه اللي ديال الفستق في تركيا راه هي غازي عنتاب. وفي غازي عنتاب بطبيعه الحال راه يعني تيديروا به تقريبا كل شيء، القهوه بالفستق، كاين حتى العلك بالفستق، يعني المسكه. الإشارة للشجرة ديال الفستق هي شجرة اللي ما تتبقى تعطي الثمار ديالها إلا بعد 8 أو 10 ديال السنوات، يعني خاص الفلاح صبر أيوب. السيد اللي استضفنا سي أصلان هو من موالد هاد المنطقة، واللي ما مشاو للمدينة حتى كانت عنده واحد تيظهر لي واحد 12 سنة عاد يعني عاد سكنوا في المدينة.
هذا السطح ديال المنزل ديالو داير الطاقة الشمسية للحمام، و تيفرشوا هنايا حيت تكون حرارة كثيرة، حيت تكون الحرارة كثيرة في فصل الصيف تيناسو في هاد السطح، تيفرشوا تيناسو في السطح. عندو في السطح هنايا المكيف و لي بروجيكتور، الان راه تيوجد هذا الشواء، تيوجد المجمر للشواء هنايا. هاد الفستق اللي داير هنا في السطح راه غير يعني خاوي او يعني ما صالحش، يعني ما تيتعطاش حتى للحيوان، تيحرقوه تيسخنوا به و تيطيبوا به. هنا مع المشاوي سيديروا الفلفلة، فلفلة حارة جدا، و تيديروا البصل حتى هو تيشويوه، المطيشة والدنجال، وهادو هما اللي يعني شائع انه يديروهم مع المشاوي، او هما اللي تيستهلكوا في الحقيقة بزاف الاكل ديالهم. بطبيعة الحال راني تنهضر على مدينة شانلي أورفا، لأن كل مدينة حقا وعندها الطبخ ديالها وعندها التقاليد ديالها. تيشوي مباشرة هاد الفلفلة والدنجال، تيشويهم مباشرة باش ياخدوهم النساء، وتي هادا تينطفوهم، تيحيدو لهم قشرة وينطفوهم، عاد تيبدا بالشي ديال اللحم. راهم مفرشين الكليسة في هاد البليصة هادي، هنايا شربنا الشاي وخلينا بعض المكسرات وهذا، ومن بعد فضلنا اننا نجلسوا هنايا للعشاء. قضينا يوم زوين في البادية. إلى هنا أستودعكم الله، تنشكركم على المشاهدة، إلى اللقاء.